الجمهور مش هيسيب بيومي فؤاد في حاله، وناويين على نهاية مشواره الفني، وقصدين يدلوا درس انه من غير الجمهور ملهوش شعبية، وان الجمهور هو اللي عمله. احنا بنتعب ونشي عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. ومن بعد تصريحاته الهجومية على محمد سلام بقوا بيفكروا ينتقموا منه ازاي، لكنه في وسط كل ده بيومي قرر انه يغيظ الجمهور، وكمان بيرقص وفرحان بمسرحيته الجديدة اللي طبعا هتكون في موسم الرياض. تعالوا نعرف ازاي الجمهور ناوي يخسر بيومي فؤاد نجوميته وفلوسه. مش هتصدق صدمته من اللي حصل، ووسط اللي بيحصل له قرر يغيظ الجمهور. اللي عمله كان مفاجأة. بيومي فؤاد مش ملاحق على الصدمات، وحالته صعبة ما بين انتقادات وسب وهجوم الجمهور عليه، وده هو حاول يحلها انه قفل التعليقات على صفحاته الشخصية بحيث انه ما يشوفش اي تعليق يضايقه او يأثر عليه بالسلب، وكفاية قوي اللي حصل. لكن الجمهور مش هيغلب، وواقفين لبيومي فؤاد بالمرصاد، ودوروا وراه ولقوا انه ملهوش اي ازمات او خلافات او قضايا، ولا حتى اي مشاكل مع فنان زميل ليه، يعني طول عمره كان في حاله. لكنهم لقوا انه عنده بيزنس خاص ليه زي نجوم كتير، وهو مطعم يوكا، وفي صور كتير ليه منتشرة على السوشيال ميديا وقت افتتاح المطعم ليه مع مشاهير كتير، منهم محمد أنور واللي شاركوا مكان محمد سلام في المسرحية. والكل طبعا عارف علاقتهم القوية ببعض، وكل أعمالهم تقريبا مع بعض. المهم هنا قرر الجمهور يخسروا فلوس، بما أنه يعني مش مادي وبيشتغل لتقديم رسالة مش أكتر، وقللوا تقييم مطعمه يوكا على جوجل. ولكن بعد كده يقال أن أصلا المطعم مش شغال ومقفول من فترة، وبيومي فؤاد مشترك مع مجموعة تانية في بيزنس تاني، ولكن لحد دلوقتي محدش وصل لاسم المطعم ده. مش بس كده، بقى الجمهور بيطالب بمقاطعة بيومي فؤاد، وده عن طريق إلغاء متابعتهم ليه على صفحاته على السوشيال ميديا ومقاطعة أعماله. وفعلا عدد كبير استجاب للحملة دي، وبدأوا يلغوا متابعتهم ليه، وفي ساعة واحدة بس قل أكتر من 200 ألف متابع. ومع الوقت بعد ما كان 9 مليون و800 ألف بقوا تقريبا 9 مليون و100 ألف متابع بس، وعملوا زي محمد سلام ما عمل بالظبط لما ألغى متابعة بيومي فؤاد على إنستجرام. والحقيقة البعض شايف إن تصرفه ده كويس، وإنه انسحب من الصورة بشكل متحضر. ومش بس كده، كان ناشر على صفحته صورة بتجمعه ببيومي فؤاد، والناس كلها دخلت وبقت تعمل تعليقات هجوم وسب البيومي. فقفل سلام التعليقات عن الجمهور وعمل حساب الصداقة والعيش والملح اللي بينهم. الغريب بقى ان الجمهور لما هاجم بيومي فؤاد ما هاجموش علشان سافر لعرض مسرحيته في موسم الرياض، لكن تصريحاته الأخيرة كانت زلت لسان منه. ومين عارف لو ما كانش قال كلامه ده عن محمد سلام ما كانش الناس ممكن تهاجمه، بدليل ان الفنانين المشاركين في المسرحية محدش جاب سيرتهم بأي حاجة. حتى محمد أنور اللي تصدر الترند الفترة من بعد المسرحية خرج بره الترند، رغم ان اللي عمله مش هين بالنسبة للجمهور. الأغرب بقى ان وسط كل اللي بيحصل ده بيومي فؤاد قرر انه يغيظ الجمهور، وانه مش همه الهجوم عليه والكلام ده، وظهر علشان يبين انه فرحان ولا فارق معاه. بيومي كمان غاظ الجمهور اكتر، وظهر وهو بيروج لمسرحية جديدة بيعملها فين؟ اكيد طبعا في موسم الرياض، ولكن المرة دي مع أكرم حسني، ونزل فيديو بيقول استنوني وهنعمل حاجة حلوة في السعودية، وإنه فرحان. ومش بس كده، لكن كمان بيجهز لتصوير فيلم جديد اسمه سنة أولى خطف، ورغم كل اللي بيمر بيه إلا إنه مصمم يكمل دوره في تقديم الرسالة من خلال الفن. شاركونا برأيكم في التعليقات، شايفين إن بيومي فؤاد فرحان ومبسوط ومش فارق معاه فعلا، ولا هو قاصد يغيظ الجمهور؟